هن صاروا معنا هلا عبر سكايب لنبارك لهم ونشوف شو خططهم ليضمنوا بقائهم بالبرنامج. فمساء الخير فارس وفاروق. مساء النور، مرحبا. يسعد مساكم. في البداية أول شيء مبروك لانضمامكم للبرنامج بوليفارد المواهب. فارس، شو الخطة اللي حاطينها لتنافسوا وتبقوا حتى للجولات الأخيرة؟ والله نحن الحمد لله أول شيء كتير فرحانين إن يعني جزء من برنامج بوليفارد المواهب، وطبعا قبل ما ندخل البرنامج شفنا الجولة الأولى وتعرفنا على المشتركين قبل ما نوصل، وكنا كتير يعني ندعي الله إن شاء الله إن يجينا فرصة إن نكون جزء من هذا البرنامج، والحمد لله هذا أول أسبوع عنا. وطبعا أنا وفاروق كتير مجهزين حالنا للبرايم الأول إن شاء الله النهار الحد الجاي، وعنا يعني قديش من حاجة مجهزينها، يعني أغاني، اختيارات واستراتيجيات في المسابقة في نفس الوقت. حبي طيب فاروق، بص بقى يا فاروق، مين من المواهب الموجودين عندكم بتحسوا أن المنافسة معهم يمكن تكون مش سهلة؟ طبعا هم المشاركين كلهم ما شاء الله ما شاء الله أصوات خارقة وأصوات جميلة، وإحنا يعني بنقدر كل واحد فيهم لأنهم ما شاء الله عليهم استحقوا أن يكونوا في البرنامج هذا، فكلهم بالنسبة لنا منافسين وجايين ننافسهم في أعلى المستويات، وإن شاء الله نبين نفسنا ونثبت أنه إحنا نستحق نكون في البرنامج زي أي واحد فيهم إن شاء الله، ونوصل للنهاية إن شاء الله إن شاء الله. طيب شو محضرين لحفل المباشر يوم الأحد؟ شو حنسمع منكم؟ والله صراحة بدي خليها مفاجأة عشان حيكون أول ظهور لنا على مسرح بوليفارد المواهب. مشان ما تقولوا لحدا يسرق أفكاركم. بس حقولكم حاجة بسيطة. أيوة. هي حتكون ميكس حلو. أيوة. انتظروا. أنتوا بكل الأحوال كرياتيف، يعني بيطلع معكم شغلات حلوة. شكرا. طب فارس وفاروق، عايز اعرف انتوا بيتابعكوا دلوقتي المفروض على تيك توك تقريبا 2 مليون، فعايز اعرف منكم ازاي بداتوا اصلا نشاطكم هناك علشان يبقى عندكم العدد الكبير ده من المتابعين. اوكي شوف احنا انا صراحه انا ما بحسدكوش، لا لا عشان صراحه يعني نحن اوسو بدانا في وقت يعني بدايه وباء كورونا، كنا في البيت ما عندنا ايش نعمل، وتعرف انتم الحجر الصحي كل العالم في البيت عم بيحاول يحصل شيء يعبي في وقت، فبدانا انا وفاروق يعني بكل هيك يعني ما عرفنا يوم وليله عملنا فيديو نزلناه من الصبح، حصل ملايين مشاهده، وكانت هاي الفتره اللي خلاص عرفنا الحين ايش نعبي وقتنا يعني في الموجة كورونا، وكورونا كانت حلوة معنا. وش الخير عليكم يعني. والله الحمد لله يا رب. اليوم قعدنا نطور ونحاول نجيب أفكار جديدة ونحاول نكون أوريجينالز عشان ما يعني نبان ما بين الناس، والحمد لله. يا والله. اعملوا حسابكم انتوا اثنين هتبقوا 4 فيري سون، انا وصبحي معاكم عشان يبقوا 4 مليون، ايه رايكم؟ يلا تعالوا. عندي سؤال قبل ما نختم، بتعزفوا اي آلة موسيقية؟ انا بعزف الجيتار وانا بعزف على البيانو. يا سلام، وانا هطبل معاكم. لا خلاص ضمنت. تعال ضمنتوا النجاح. احنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشكركم على مشاركتكم معنا. شكرا، بخليكم. شكرا. باي باي، اول ذا بيست ان شاء الله.